अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक कन्वर्सेशन जो एक मदर और उसके बेटे हामिद के बीच में है और हामिद बीमार है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ्तह अलबाब, या हामिद इफ्तह अलबाब। أنا آسف يا أمي، كنت نائما. لماذا كنت نائما في هذا الوقت؟ هل أنت بخير؟ أشعر بالبرد وأشعر بالألم في جسدي. اجلس هنا، أرني ماذا حدث؟ طيب، لديك حمى، انتظر هنا، لدي الأدوية لك. طيب، خذ هذه الأدوية واستريح من فضلك. Let's repeat without translation. افتح الباب. يا حامد، افتح الباب. أنا آسف يا أمي، كنت نائما. لماذا كنت نائما في هذا الوقت؟ هل أنت بخير؟ أشعر بالبرد وأشعر بالألم في جسدي. اجلس هنا، أرني ماذا حدث؟ طيب، لديك حمى، انتظر هنا، لدي الأدوية لك. طيب، خذ هذه الأدوية واستريح من فضلك. तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मा असलामा।